ما بعرف اذا عم تسمعني، نحن ما لا نسمعك ابدا، عم نسمع الهتافات، صوتك غير مفهوم ابدا، اذا بتقدر. يا اخ فهد انا اسفه، رح اكتفي بهذا القدر معك، ربما نحاول اتصال بك من جديد، ولكن نحن لا نسمعك ابدا، صوتك مش واضح. كل اللي سمعته انه انتم في ساحه البلديه وانك